All three in favor of your winner by unanimous decision. In the red corner, the executioner, Muhammad Kamal! أداء قوي جداً من The Executioner محمد جمال ويثبت لنا ليه هو من أجمد الفايترز في مصر. محمد جمال إيه شعورك بعد الفوز ده والأداء القوي جداً ده؟ الحمد لله رب العالمين. أحب أشكر منظمة أوديا الاستضافتها لينا جميعا والتطور من اللعبة ملحوظ في آخر فترة. شكرا كابتن مصطفى، شكرا أوديا. أحب أشكر مدينتي على التقديم الرائع دوت. بصوا شباب، أنا بلعبش باسمي، أنا بلعب باسم تيم كامل. طبعا التيم ده معروف، شفت منه لعيبة وهتشوفوا النهاردة كابتن سالم يلعب على الحزام إن شاء الله بإذن الله. يعني التيم موفق جدا وانتظرونا في القادم. شكرا. عايزين نعرف بس ايه اللي حصل في تاني جوله بين الجوله الثانيه والثالثه؟ يعني الخصم ما كانش اسهل يعني ما احنا متخيلين، كان فرهوب بزياده، وكل اللي حصل ان انا كنت واخد ارمبار وترانزيشن لتريانجل، كل الناس عارفه حاجه زي كده، طلع بدماغه ولبس كعب رجلي، حتى جايه بسمنتي مش جايه بالكعب، وبرده هو وقف وزعل. قلت له معلش، بيقول المدرب بتاعه سيبنا كمل البريك بتاعي، فهو عايز ياخد 5 دقايق زياده. اخر سؤال، هنشوفك تاني امتى في الكيدج يا منص؟ كلنا عايزين نشوفك. انتظروني ان شاء الله. الماتش ده كان اكسبشن، نلعب 61. طبعا عارفين ان انا بلعب 57، ما لعبتش 61 قبل كده. الموضوع سهل في ال 61 برضه مش صعب، فانتظروني ان شاء الله هنافس في الميزانيه.